صباح الخير الحلوات ديالي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير. المهم يلا فايقه، ماشي باش فقت مع 7:15 ودابا راهي 8:10، خاصني ندي ولدي للمدرسه. سام غوغادلا وجدتو كملتو او فوالا، غادي نشارككم تو سامبلومون الروتين ديالي ديال اليوم. الدار عندي مرونه وكلشي مرون، اي حاجه درناها نديروها اونصوب. المهم درت هذا، كاين البنات اللي غيسولوني عليه، هذاك اللي خديت من المارشي. اليوم الجمعه البنات، اللي بغات تمشي للمارشي كيكونوا تما هميزه زوينين. صراحه عاد كنت باغا نرجع في العشيه نمشي نرد له واحد السروال من هذوك دفيغ بودي، واحد جالو صغير، يعني عاد كنت باغا نمشي نبدلو بطايه كبيره. شوفو كوسان تيا كي سميتو نردو له جالو صغير. سينو الا بغيتو تمشيو عند صحاب الفولار كيكونوا هادو دايرين غير 2 أورو. الوغ درت هذا البيج حيت درت معاه التريكو هذا ديال شيين، والسروال ديالي ديال كاس وسبرديلا عادي جدا. غادي نخرج عاد نجي داك الساعه غادي نحيد عليا هادشي ونبدا الشقا، وراكم عارفين. يلاه حبيباتي مشيو لك. هانا البنات رجعت، مشيت وصلت سام، جيت المهم فطرت بزيت البلديه اليوم، ومشيت وست على المخبزه، خديت الباغيت وهذا، وكان هنا مراد خدام نهضر معاه شويه. والمهم قلت غادي نتموتيفا بجوج زعما كاملين بينا، انا من هالنقي داري ومنها نعمل الميناج اليوم الاسبوعي، يعني اللي كنديروا الاسبوعي، يعني نحاك نمسح كل شيء. المهم غادي تشوفوا معايا ونتموتيفا مع بعضياتنا، نجمعوا الروينه. كيف كتشوفوا غيبان لكم الكوزينه عامره روينه وروينه، واش من روينه؟ ولكن الا جيتوا تشوفوا غادي تلقاو ديك الروينه ما كاينه شي حاجه اللي خاصها تمشي بحال الوريقات الكراتون وديك شي خاصهم يمشيو حاجهكم في لابوبيل، والقريعات وداكشي خاصهم يمشيو في البلاستيك ديالهم، شي بلاطويات خاصهم يرجعوا للفران. المهم كاين غير ديك الروينه اللي عاديه. المهم المعنات كانوا شي حاجه قلالين، ولكن كان خاصني نديرهم في الماكينه. الطبله كيف غادي تشوفوا غادي نعاود للمسيح وكل شيء. هذا البرودوي هذا الخضر كناخذو فيه البيكربونات من داخل، كناخذو من اكسيون، والاخر لا مارك سيف كناخذو من كارفور، زوينه بزاف بجوج بهم ما فيهم الجافيل. صافي كنقي بحال هكا كتشوفوا. المهم غادي كيف غادي تشوفوا معايا غادي نبقى على هاد الحال هكا، كنقي الدار ديالي هكا بشويه عليا، وميمتو غادي نشوف نحط لكم لي موزيك هكا اللي غيكونوا هادئين وكل شيء. ما عرفتش البنات واش كل وحده فيكم كيفاش كتخدم في الدار ديالها، يعني كيفاش كتشقى في الدار ديالها. ما عرفتش واش كاع بكم كتبداو من 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 الصالون وكتلوحوا كل شيء عند الكوزينه والاخريا هي الكوزينه اللي كديروا، اولا العكس كتسبقوا بالكوزينه والصالون هو الاخر. ما عرفتش كل وحده فيكم كي دايره، وعلى حسب عاوتاني الدار، كل دار كي دايره. انا الكوزينه ديالي محلوله على الصالون، الو يعني ملي كنبغي نخمل شي حاجه الصالون ما كيكونش موسخه ولا مرون، يعني شنو اللي كيكون فيه هو اللي في الارض، هذه ما كنتهناش منها. المهم هذا السوبالا هذا اللي وريت لكم دابا، هذا سوبالا سبيسيال ديال الميناج، ما كيبقى بالماء، ما كيفتتش بالماء، كناخذو من كتلقاو فين ما الصراحه سميتو XXL، فيه بزاف، كتاخذي بشي 3 أورو ولا ما عرف، انا خديته من اكسيون ولكن كتلقاو فين ما مشيتو. المهم كندوز به هو الاخر في الجاج، كيجي روعه، كيبان كيخلي لك لا طراس نتاع شي حاجه. كيف شفتوا البنات الروينه اللي كتكون عندي في الصالون هي هذه، اما شي حاجه اخرى راه ماشي شي حاجه، الا ولا حطيت شي مونطو هكا على الكانابي، ولا حطيت تما شي حوايجي تطوا وشي حاجه بحال هكا، حيت تما كنصايب الجلسه وكنبقى نطوي بشويه وكنهضر في التليفون ولا حاجه بحال هكا. المهم كاع لي جوي ديال سام راهو محطوطين هنا، جاب لي العران تما البيت ديالو، مشيت وحطيتهم هكاك، يعني دابا باقي تما ملي تشوفوا هذا الفيديو انا باقي ديك الليله ان شاء الله غادي نجمع له البيت ديالي ونجمع البيت ديالو، يعني كيكون فيهم هكا كنحطهم وصافي فهمتوا. عاد ديك الساعه كنجمع في لي بوكس بحال هادو، هاد لي بوكس هادو عتقوا لي حياتي مي فريمون سوفاوني، باسكو ديك الشيء الصغير اللي كيبغيو الدراري، هذيك الحيوانات صغارين، ديك الطوموبيلات صغارين، ديك الشيء كله كيتجمع فيه. كندير له وحده ديال الطوموبيلات، عندي 3 منهم وعندي وحدين صغارين، يعني عندك وحده نتاع الطوموبيلات، وحده ديال الحيوانات، وحده ديال ديك لي سوبر هيرو ولا ديك لي كاتشور اللي كيكونوا هيدا ديبونهم، المهم كيبقى يضارب بيناتهم، كنجمعهم له بحال هكا. كتلقاو كاع لي جوي راهما باغتيغ، ولكن الحمد لله زعما ما كيوسخش، ما كيديرش، ما كيقرب لي لا لا ديكو لا الوالو، كيجيب كيعجب له. شوف شنو كيعجب له يدير سام، ما كيلعبش، راه لو كان غير كيلعب بهم والله ما يبقى فيا الحال. كيجيب داك الكريتينات ديالو ولا اللعب ديالو، يلوحهم في الصالون، يمشي عاوتاني بحال هذه هي الموتيفياسيون ديالهم فيت، يمشي
ويرجع لهم. هنا كنت كنوري لكم لابليكاسيون اللي كنعمل انا التليفون، هي سبوتيفاي، هذه كندير هذا الالبوم هذا سميتو ميري مهبوب ميري سنام، وكنعمل ديك تونكتونكتون باسكو هاد لابليكاسيون هادي سولوني عليها البنات بزاف على الاغنيه اللي كنسمع مني كنتنشط بزاف ملي كنكون كندير الميناج ضروري نسمعها، هي هذيك تونكتونكتون 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 دانانا. المهم واحد الاغنيه زوينه ما غاديش تفهموها بيان سور، ولكن الناس اللي كيفهموا الهنديه علاش لا بوتيت يكونوا معنا هنا الناس اللي كيفهموا الهنديه غادي يفهموا الكلمات ديالها، هما هي باللغه البنجابيه هنديه ولكن شويه كي غنقولوا حنايا بحال ملي كيكون شي حد مغربي ولكن من العروبيه كيهضر العروبيه كيكون عنده واحد لاكسو عروبيه بحال هكاك يعني. دابا هما بنجابيين عندهم شي حاجات اللي مختلفه في اللغه ديالهم، شويه عندهم واحد لاكسو بحال العروبيه شويه، مي كيكونوا لاباس عليهم وبويض هما في اللوطه ديالهم اكثر من فلاتان ديالهم اكثر من الهنود عاديين يعني ولا الاردو ولا كيكونوا بويض. المهم هاد الاغنيه زوينه بزاف البنات، وانا عندي هاد لابليكاسيون كنخلصها 10 اورو في الشهر سميتها نقول لكم منين شراها عندي هنايا سبوتيفاي، سميتها سبوتيفاي وكندير فيها الالبوم اللي بغيت وكيعطيها لي. المهم انا دوزت كنغسل كنمسح الجيجان، الصراحه انا كنمسحهم دائما هكا كندوز عليهم مني كندير الميناج كندوز عليهم من داخل الدار، من برا الدار ما كنديرهاش، كنديرها مره واحده في الموسم يعني من الصيف كنديرها في الصيف وفي الخريف وفي الربيع وفي الشتوى، وما كنديرهاش بزاف في الشتوى باسكو بحال اليوم يلا مسحتهم ما صورت لكمش ولكن يلا كنت مسحتهم وهي الضرب ديك الشتا اللي كتمشي عند الدجاج ديريكت، وغزمو ما خلاتش فيه لي تراس بزاف حيت دوزت عليها بالمشوخ مي ابري ملي كاين شفور كيخليو لي تراس ويلا درتها. وهاد البرودوي هذا باش كنمسح الدجاج سي لو ميو برودوي اللي استعملت للدجاجه ولا للمرايات، هو في الغوز مديور ب بالجونجومبر وبالغوز ماري ولا شي حاجه بحال هكا، كاين في اكسيو البنات داير غاشي 1.50 وقيله هكاك واحد 1.50 اللي داير وكيمسح مزيان كيمسح مزيان كديري حتى الدجاج هيدا الطبله الدجاج وكل شيء، وصراحه تهر طاح لي ودغيا ضاعت له هذيك لابومب ديالو ملي كنجي نورك عليها كيف زق لي يدي كامله على داك الشيء فتحتها له بديت كنخوي به اصلا ما بقاش فيه بزاف. ايوا صافي ومسحتها هي بديك السوباله اللي وريت لكم اللي مجهد اللي ما كيتقطعش، ها نتوما كيف شفتوا وليت كنخوي غير بالقرعه كنزرب دغيا باش ما يهبطليش هكا وصافي كنخدم به شغلاتي غادي تشوفوا كيف كينقي كينقي صراحه وقال. المهم ما ديوش على داك الميكات في البالكو ملي كيكونوا عندي وريقات اولا كراتون هكا ديال ليكولي اللي كيوصلوني الحاجات اللي كيوصلوني لي كولاب ولا اي حاجه يعني سوا كولابوراسيون سوا الحاجات كومونديناهم حنايا للدار سوا اي حاجه كنجمعهم في الميكات وكنديرهم. ودابا ساعه كنقول المراد هبطهم معاك ملي تكون هابط وكيكون عندي لي غيدو كيكونوا مسدودين ما كيشوفهمش كينساهم وبقاو لي تما دابا حتى العشيه ونهبطهم ان شاء الله. وديك الطابي اللي كنت خرجت تما واحد النهار ده اللي فيه حاجهكم سام ان اكسيدون يعني تاع بيبي حاجهكم وصافي وبقى لي تما ودابا ان شاء الله غادي نديرهم في الميكا حتى هما نهبطهم بحالهم حيت درت له الطابي الاخر اللي سام درت له في البيت. هو الصراحه كنت خرجتهم تما باش داك الساعه نصبنهم نديهم البانيو هكا ونصبنهم، ساعه مني درت له طابي اخر خديت له طابي اخر قلت بلاش غادي نحطهم في الميكا وهو العكز والوقت وكل شيء. المهم راكم عارفين راه تكون صغمو يكونوا البنات كاينين اللي بحالي يعني ما كيلقاوش الوقت دابا وساعه كندوز لهم النهار سختو دابا في هاد الايام حتى البنات اللي عندها شي كريدي غتصومو مي فريمون اللي عندها شي كريدي غتصومو باسكو كل نهار كيطير وما كيقدش والله ما كيكفي. المهم البنات شنو نقول لكم انا هذه هي المرحله اللي كندير ولي غيدو صراحه من نهار بدلت الديكور ديال الدار هاد لي غيدو هادو ما صبنتهمش باسكو في الاول كانوا عندي وحدين اخرين ومن بعد بدلت ودابا درت هادو البويض ومني خديتهم ما بدلتهمش يعني ما نيتويتهمش فهمتوا وكتشوفوا البيض غير كيتوسخ بالغبره كيتوسخ وهذا صراحه باقي ما موسخينش باقي كيبانوا هكاك بويضيتو ولكن كوميم كتلقاو اللون ديالهم كيمشي شويه لصفر والماكينه عندي خاويه قلت راه ندوزهم في الماكينه وصافي هنايا كنت طيحت واحد الديكو ضروري. المهم انا كنطلع على هاد الكرسي وهكا كنحيدهم ساهل زعما ماشي شي حاجه صعيبه تصبنيهم من بعد ترديهم. صراحه هاد اللي غيدو خرجوا لي زوينين حيت ملي صبنتهم وخرجتهم من الماكينه بقاو مسرحين مع انا كتعرفوني ما عنديش مع التحداد الوغ بقاو لي مسرحين 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 باسكو دابا انا ديجا عليني يبسو باش نردهم لبلاصتهم مي فريمون بقاو مسرحين واعرين
المهم هنا البنات كنبين لكم هذا البرودوي هذا لانجيت هادو كنت خديتهم واحد النهار فاكسيو كان جابوهم ما عرفتش كانوا دايروا لهم قيل شي 50 ولا 50 سنتيم ولا 60 سنتيم كيمسحوا هكا البيسي التلفازات طابليت تليفون اي حاجه هكا ديال من هذا النوع هذه التلفازات كيمسحوا الجاج ديالهم وكنت خديت منهم باكيه وحده مني رجعت باش ناخذ ستوك وما لقيتش وباقي عندي الصراحه فيها بزاف وصافي كنمسح هكا الموبيل ديالي صراحه نورمالمون اش كنستعمل انا طيحت تما البخور ديالي كندير فيه ديك المونسيم ديال الدار وهاد البخاره ديالي غادي اللوحه باسكو تقطع على الكابل ما بقاتش ديك النهار شعلتها وكنلقى الريحه والو في الدار ومشيت كحست عندها لقيتها ما سخوناش يعني الكابلي ضاع لها ولا ما عرفت هادي اللوحه اصلا ايوا صافي البنات كنيطوي بحال هكا بدا بنفس السوبالا بنفس الكلينكس اولا المشواغ بنفسه يعني ما بدلتش ما خديتش كاع ديك اللي كنيطوي به الكوزينه ولا ديك التيسو نورمالمون عندي واحد التيسو خديته كنمسحو به الطوموبيل كنت وريته لكم في اكسيون كنمسح به الطوموبيل ملي كتكون فازقه وكيشرب الماء وكيبقى هو كيبقى مبلل كيبقى مبلل حيت ولا يبس كيتهرس كيضيع ايوا هذاك نورمالمون هو اللي كنمسح به هاد لي موبيل هادو الصراحه ما كيخلي لك حتى تخاص موراك حتى تخاص وحده ما كيخليها لكش موراك كتمسحي به كلشي 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 ايوا المهم درت دابا بهذا حتى هو هاد سوبالا هذا صدق مزيان الصراحه ايوا صافي كنمشي ليه شويه عند الشوفاج فين كاين الشوفاج حتى هو كنمسح شويه لي كادغ مره راه على حساب واش مسحتهم السيمانه اللي فاتت ولا لا وكندوز عليهم بعض المرات غاب داك عرفتوا ديك بحال الشطابه ولكن فيها بزاف الشعر هكا كدوزوا عليها على لي كادغ ايتو ومره هكا في 15 يوم ولا كنمشي نمسحهم هكا بيديا وصافي كنمسح لهم الجاج كنمسح لهم كلشي كتشوفوا دابا بحال هاد النوع ديال لي كادغ كتكوني علقتيهم على شي مسمار غير صغير تحدي فوق غادي يطيحوا يتهرسوا يعني لقيتوني كنفكرني تكون هاد لي كادغ هادو خديتهم مختلفين بالعاني باش ندير بهم واحد ديكوراسيون بحال هكا مختلفه وتصور داخل اخترتهم انا يعني اخديتهم من جوجل وكلشي وكنت كنفكر واش ندير فيهم تصاوري انا وسام ومراد وهذا ولكن فكرت غادي يجي شويه قديم داكشي وعطوني رايكم المهم هاد الحبل هذا صراحه زوين 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 طبيعي خديته من اكسيو هاد الحبل نورمالمون كديري كتلوي على شي بلانط كتحطي حدا شي حاجه وجاتني هاد الفكره لقيتو ملوي حدا هذاك الفاز ولا القنديل اللي فيه ديك الشميعات وما جانيش في ديك البلاصه وانا نقول علاش ما نديروش في الفاز وصراحه عجبني وعطوني الراي ديالكم كنت دايره كنت لويته على هاد القنديل هذا اللي كان مسحنيت فيه واحد جوج شميعات زوينين كيشعلوا الضو بالليل كيكون زوين هادو هاد الديكوراسيون هادو كيكونوا زوينين بالليل وصراحه نكذب عليكم ما كنشعلوش يعني واخا يجيو عندي الضياف وهذا كيبقى لكم ديكور وصافي ما كنشعلوش وبالنسبه للبنات اللي كيتسائلوا علاش ما كيكونش عندي الضياف ايتو راه ما كيكونوش العائله ماشي دائما تعرضيهم يقولوا لك اجي وانا بعدا عندي واحد حماتي وحمايه فوق ما نقول لهم اجيو ناكلو اونصو قول لها ما فيناش راه عمك ما بغاش يجي راه قال لك باغي يجلس هنا قال لكم اجيو نتوما كنصدقوا حنا اللي ماشيين وبالنسبه للوساتي ما كاينينش هنا راكم عارفين باللي بعادين وواحد لوسي بعيده بزاف هذه شحال هذه ما جاتش عند تشوف ماماها يعني حيت البعد ولوستي الاخرى يلا كيف جات ولكن كتجي تبروفيتي مع ماماها كتجي 3 جوغ ما كتجيش بزاف هو الاغلبيه كيجيو في نوال هي اللي كيجيبو سيمانه سينو في الايامات العاديين كيجيو هيدا 3 جوغ وما كيكونش عندك الوقت انك تانفيتيهم بحال ديك النهار كان عندها السبوع كنا ملهيين مع السبوع ديالها درنا لها مفاجاه وصافي وبقينا من السبوع مشات شافت واحد العائله عزاتهم صافي هادشي اللي كاين وصافي ما عنديش عائله كبيره ولا ما عندناش عائله كبيره البنات احنا بيناتنا وبالنسبه للخو ديال الراجل دائما فوق ما كتكون شي مناسبه كتلقاوه هنايا راه عنده حتى هو عنده اشغاله الخدمه ديالو كل مره راه عنده عائلته حتى هو عنده الزوجه ديالو يعني مره يمشي عندهم مره عند الوالدين ديالو على حساب فهمتوا راه حتى الوالدين ديالو راه كيمشيو يخرجوا دابا وساعه نمشي عند حماتي على خفله راه ما لقاهاش خاصني ندير معاها يعني انني ندوز وديك الشيء راكم عارفين هنا اوروبا ما كاين غجر عليا نجري عليك ومره مره راه كنتجمعوا ولكن راكم عارفين هو ما كيبغي لا تصوري ولاد وليداته لا يتصور هو لا غيان دو دو الو انا اللي كيجي كنبري لكم هكا مش حط المرات تلاقينا في الصيف مني ما كانوا حماتي وحمايا كنفضلوا اننا نتلاقاو في الجرده حيت كنديروا الباربيكيو هنايا كتشوفوا عندي لابارتمون ما يمكنش انني ندير الباربيكيو هنايا الو كنديروا الباربيكيو تما وانا اللي كنكون عرضاهم يعني حيت انا اللي عندي ساروتهم هما ما عندهمش الساروت يعني لا راجلي ولا خو لا خو عنده الساروت ولكن ما كيمشيوش سينو انا اللي كيكون عندي الساروت وانا اللي كنعرض يعني نهار اللي كنعرض كنعرضهم كنمشيو نجمعو تما الدراري ندير لهم لابيسين ونتلاقاو راه غير ما كنصورش مره صورت لكم شي جوج مرات وقيله
مني كنت عرضتهم. المهم البنات بدلت لهاد البليد هذا الصفر، بدلت له البلاصه درته هنايا، ما عرفتش كي غايجيكم، المهم غادي نصور لكم في الاخر. في القدام هنايا كان ما عرفتش، قلت زعما جا لي هكا شويه بحال لي الصالون ما مخماش ولا هذا، قلت في ديك الجنب بعدا ملي كتدخلي من الدار ما كتشوفيهش. صافي وهنا لاسبيراتور ديالي اللي عاتقني في الحياه. المهم اللي انتريسي نحط لها لوليا ديالو في صندوق الوصف نتاع هاد لاسبيراتور، وحتى لوليا ديالي ديال بيرش بوكس تلقاوه في صندوق الوصف. اللي بغات تكوموندي قبل ما يفوت شهر تسعود تاخذ ديك البوكس اللي فيه الماك وديك الشيء باش يوصلك. باقي غادي نشاركوا معكم ان شاء الله، غي يوصل لي وغادي نشاركوا معكم. هو صافي المهم ها كي جا في الصالون البنات البلاد جا هيدا، المهم كي شفتو دوزت لاسبيراتور، دوزت كلشي، درت الطبله. دابا غادي نمسح بديك حيت كان كيهبط لي تما ديك الماء ديال الجاج، ديك الصابون اللي كنت كنمسح به الجاج، وهذاك ديك كلينكس نيت اللي كنت كنمسح به الجاج. هو باش دوزت كله ديك الغبره اللي تما وديك الطوابع ديال الصنداله وديك شي، وهكا باش داك الساعه كندوز الجفاف ديالي نورمال وكنمسح كلشي وندوز لاسبيراتور على الارض. هادشي اللي كندير في السيستيما ديالي البنات نورمالمون دابيتود، هذه هي الخدمه ديالي. الا الجفاف كنجفو انا بديك اللعيبه نتاع الجفاف اللي عندي براتيك مليون، شحال هذه ما جففتش بيدي، يعني كنديرها مره في الشهر هكاك باش كنحيد لي طاش اولا القناتي اللي كيكونوا عامرين بالتراب وديكشي اللي ما كيوصل لهمش ديك الجفاف ديال الموديرن ويتو. وحيدتها الطبيه البنات، هاد الطبيه هذا الهيدوره ولا ما عرفت حيدتها، ما بقيتش غادي نخليها، كتجمع لي بزاف ديال الخش، كنحس بها بلي كدير لي الحساسيه في الدار، واخا ما كاينش الحساسيه ولكن كنحس بها بلي كتجمع الخش والتراب، باسكو شاك فوا كنجي نحيدهم هادو كنجي نحيدهم ونفطهم في البارك ولا عرفتوا شنو كيطيح منهم، بحال الا شديتو كيلو ديال الملح وخويتو فيه وكتنفطيه، ما عرفتش منين كيجي داك الشيء. صراحه كنت درتها على ولدي كيجلس تما بعض المرات كيلعب هنايا، وقلت زعما يجلس عليها وميمتو كيلعب باش ما يبرج ساعه لا. والحاجه اللي كنت كنلصقها بها في الارض هو واحد السكوتش كناخذو من اكسيون. سمحوا لي قويت عليكم الهضره، والله الا كنت باغي ندير لكم لا موزيك ولكن لقيت بلي كاينين شي حاجه خاصني نسبليكيهم. واحد السكوتش كنقلعو دابا بيدي، كنشري من اكسيون في الصفر، هو سبيسيال تاع طابي. الا عندك شي طابي كي دابا ساعه كتعطري فيه كديري فيه يعني كتعوجي فيه اولا كيطيحوا لك الدراري فيه كيدخلوا لهم رجليتهم وكيتقلبوا، ديري لهم الاحسن ديك السكوتش من الجناب وفي الوسط وكلشي، وكتسديه وما كيبقى يتعطر فيه حتى شي واحد وكيبقى لك بلاصي ما كيتحرك ما كيبوجي. هو في الصفرة البنات كتلقاوه، فين كاين الصباغه بابي بان تاع الحيط، فين كاين ديك اللصقات وكلشي، وفين كاين السكوتش حتى هو تما فين كتلقاوها البنات. المهم هنايا كندوز لاسبيراتور وكلشي، البلون مع الكرسي كيف غادي تشوفوا، الخيار كاين كلشي كاين، من العشاء ما حددت شي حاجه، كلشي كاين محطوط تما. الارضيه صراحه ما موسخاش بزاف، ولكن المهم كوميم دابا كنمسح هنايا لي بلونط. هذه بلونط حقيقيه البنات، كان مني كنبغي ندلعها ولا نمسحها يعني كتكون الغبره كتشد فيها، فهمتوا يعني الغبره راه ماشي كتشد هي على الاثاث، راه حتى على لي بلونط الا كيعجبوكم لي بلونط ديال الدار. هاد البلونط هذه كنرش عليها الماء، ولكن ماشي الماء الروبيني، الماء ديال المعدني ديال القرعه باش ما كيخليش فيها لي تراس، وكنمسحها مزيان الورقه ورقه ورقه، ومن بعد عاد كنرشها على ود الحيويه وكنزيد لها شويه الماء، حيت راه في هاد الفاز ما عندوش ثقبات، الو كندير لها شويه الماء اللي تحتاج وصافي. وهذه بالنسبه لاغيكا ديالي، هاد البلونط الكبيره ديالي هي عاوتاني كنقطعها باش ما تكبرش بزاف حيت راها عندي في الدار. صافي هذيك عاوتاني كنطويها بنفس الحاجه وخرجتها للباركو باش ندير لها الميتو. المهم هاد البرودوي هذا اللي بينت لكم البنات ما كاملش انورو، هو بحال ديك بحال مسيو بروبر نتاع اكسيون، زوين البنات فيه ريحه الليمون كيحمق 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 بزاف. وصراحه درتو غير هو في هاد البانيو حيت احتاجيت هاد الجفاف هذا، خديته من اكسيون داير بحال الفوطه صغير، هو جفاف هو ماشي ديال الكوزينه، ولكن بغيتي تستعمليه للكوزينه كتستعمليه. المهم كنديرو للجفاف وزوين البنات، يعني كيجمع الماء وكيحيد لك كاع الخشمه، كيخلي لكش ديك الشعورات ديغيغ اولا كيحيد كلشي كيجبدو. وحتى ديك البانيو مسهل عليا الحركه، هذاك البانيو كنخليه للحكام ديال الكوزينه لاي حاجه. صافي كنجفف بحال هكا باليد، دست عليا الصراحه عييت 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 بالجفاف باليد. وصافي هنايا كنت البنات كنهضر مع خديجه صاحبتي، كنت كنهضر في التليفون وميمتو كنجمع الروينه ديالي وكنلوح لابوبي الحاجاكم بشويه هكا كما العاده، كتجمعي كتهضري راكم عارفين لي برودوي اللي كنستعملها وما بانوا لكم. بالنسبه لهاد مسيو بروبر هو هذا اللي فيه الصفر فيه الليمون كيبان لكم حدا ديك السوباله، شوفوا راه غادي تلاحظوا عندي هنايا هي قوه لي برودوي خاصهم يرجعوا لبلاصتهم، وعندي
الحاجات اللي خاصهم يمشيو هكا حاجاكم لابوبيل والماكينه زعما ما كاينش زعما ما كاينش علاش نعرم داكشي كله. وعندي هنا حويجات الفران خاصهم يترجعوا للفران يعني فريمون كنخلي داكشي متراكم. بعض المرات البنات غنقول لكم الصراحه في الاول مني ما كنتش عندي زعما اليوتيوب وكنت زعما باقي ما والداش اولا سام باقي صغير في ديك السن الصغير وما كنتش خدامه. وحتى مني كنت خدامه والله الا حتى مني كنت خدامه كنت كنخدم شغلاتي كلهم بالليل وكنوجد الغداء وكنوجد الماكله ديال سام في الكونجيلاتور كنديها لاكريش حيت سام في ديك الساعه كنت حطيته في لاكريش وفي الايامات اللي كان مراد كيجلس فيهم حيت تما فين خدام مراد بدا كيجلس يومين ولا 3 ايام في الدار وكيخدمهم من الدار واليومين الاخرين ولا 3 ايام الاخرين كان كيمشيهم للخدمه تما فين بدات اكوز دو صحيت انا كنت خدامه وهو خدام والدري كنت كنحطو في لاكريش 3 ايام باسكو كان غالي بزاف كان عندي لاكريش بريفي كان 3 ايام في السيمانه وديك الاخرين كنت كنحط له الماكله في الكونجيلاتور باسكو هو كان باقي صغير كياكل هي داكشي داك الكومبوت اللي كتصايبي له في الدار الماكله هكا المطحونه. راه كنت شاركتكم بزاف بالنسبه للمراه الحامل كنت شاركتكم بزاف شحال هادي ملي كان سام باقي صغير كياكل هي داكشي ما كانش كياكل معنا الماكله ديالنا الو كنت كنشارككم الصراحه في ديك لي بو ديك التخربيقه بحال هكاك شحال من غرام شحال من هادي على حسب السن ايوا وصافي ومن ديك الساعه البنات كنت في الدار دائما كتشعل اللي دخل عندي حماتي كانت كتقول لي انا ما عرفتش كيفاش واش انتي ما عايشاش في هاد الدار مي فريمون كانت الدار كتشعل وبشهاده الجامع صاحبتي كذلك كلشي انا شحال هادي البنات راه كانوا كيجيو عندي صحباتي صراحه انا كانت عندي صاحبتي وحده ولكن كنت كنتعرف على بنات هكا اللي كنعرفهم شويه كانوا يجيو عندي للدار ماشي دابا غير شويه كومبليكي مني مراد كيخدم من الدار ما كنقدرش يعني اي بنت نجيبها تجلس معايا نتقهوى وهذا ومني توصل الساعه فاش يجي راجلي تمشي بحالها وانا عاوتاني نجمع شويه الدار ونوجد العشاء ونوجد هادي دابا سي كومبليكي باسكو مراد كيكون معايا وكيخدم من الدار وهو مراد كيحس مالا ليز الا كاين شي حد في الدار ما كيعرفوش مزيان ولا شي حاجه ميم الا كيعرفو كيحس مالا ليز فهمتي وعاوتاني حتى صاحبتي الا جبتها وهذا تحس مالا ليز الا راجلي انا سد عليه البيت وحنا رحنا في الصالون فهمتو حيت دار صغيره ماشي بحال دار كبيره الا كان مثلا عندك بروميير وعندك دوزيام اون سونفو انت تكوني في البروميير وراجلك في الدوزيام اون سونفو واش فهمتوا على داكشي ما غاديش تلقاو بزاف يعني صحباتي يجيو عندي ندير ديك لي لافيتاسيون اونتر كوبين وديكشي غير ماما كتصونيلي يعني ديكشي نتاع اونتر كوبين وديكشي صراحه ما كنديروش وحتى انا بالتعمد انني ما كنمشيش عند دار صاحبتي ولا دار صحباتي ما كنبغيش نمشي اكسبري باسكو ما كنقدرش نرجع العراضه ولا شي حاجه الا ولا كانت شي حاجه امبورطون يعني شي حاجه يا يعني اما عرس ولا حاجه بحال هكا ولا شي حفله كبيره ولا هذا راه كيكونوا لي زوبليغاتوار دي فوا ما كتقدريش تحكمي غير انت بوحدك في الدار ديالك مثلا ما نقدرش انا صافي انا ماشي مشكله انا نتعرف على بنت مثلا ونجي جايباها مرحبا بك دخلي وهذا وهذا دار دارك ونلقى راجلي انا جالس هكا بيجاما ولا لابس شي حاجه غير هكا نتاع داخل نتاع يعني لي سوفيتمون ولا شي حاجه بحال هكا راه حشومه واش فهمتوني واخا كاين التليفون دي فوا تقدري تصوني على بنادم ما يجاوبكش دي فوا واش فهمتوني شنو بغيت نقول لكم الو سي بور سا يعني كاين كل واحد كيقول لك الغايب حجتو معاه. المهم البنات هنايا مني جمعت الروينه ديالي اول حاجه كنديرها هي انني كنمسح هاد الجهه هادي هاد لو بلان طرافاي ديالي هنا فين كنخدم هنا فين كنقطع هنا فين كنبدا كلشي شغلاتي. المهم كندير عليه هذاك البيكربونات وكنزيد عليه هذاك التيف حتى كنكمل الحكان وكلشي عاد كندوز عليه ديك المشوار عاوتاني صافي وكنشف. المهم الدار كترجع كتشعل الصراحه ام فوا خاصك واحد جوج سوايع ثلاثه سوايع ماكسيموم الدار كامله غادي ترجعيها كتشعل. دابا انا الحمد لله كملت دغيا يعني ما بين الكوزينه وما بين الصالون دغيا مع الارضيه صراحه هي اللي كرفصتني شويه. ودابا بقى لي صابون غندير واحد جوج ماكينات صراحه درت الماكينه دابا دريدو نزيد وحده اليوم وغدا ان شاء الله اللي غندير الاخرى بقاو لي جوج ماكينات وصافي البويض والملولين وصافي. كيف قلت لكم في الليل ان شاء الله غادي نجمع بيتي نبدلو لي دغا ديال السيمانه حيت كتعرفوا كنبدلو من السيمانه للسيمانه يا اما السبت يا اما الفوندغودي يا اما الحد. انا مره في هادو اللي كنديرهم نهار اللي كنكون انني جالسه في الدار وما عندي شي حاجه ونورمالمون غدا سي بريفي تجي عندي بنت عمتي يعني اللي ساكنه في باغي راه ديجا كنخرجت معاها واحد النهار مشيت لباغي عندها وما كتبغيش تبان ما كتبغيش تهضر ولكن كنت شفتوها شويه وريتها لكم شويه ماشي في وجهها ولكن غير رجليها هادو اللي وريت وكنا مشينا تاريناتو. ودابا ان شاء الله تلاقينا ديك النهار ما كنتش كنصور مشينا لفيرساي تاريناتو ودابا قلت لها جي باتي معانا احسن باسكو ملي كتجي تبات معايا احسن ما كنتعذبوش نبقاو نتلوحو حيت الجو ماشي زوين الجو خايب. ايوا صافي عاوتاني نشوف شنو نوجد لها ان شاء الله الا جات خاصني نوجد لها فريمون دي بلا ماروكان ولا شي كسكس شي لعيبات بحال هكا
حيت هي كتاكل دابا هي داكشي كتشريه من الزنقه، ولكن كتاكل كتحاول تاكل داكشي صحي فهمتوا، كتمشي كتشري ديك الحاجات في ميزون وديكشي راكم عارفين، حيت كتاكل دائما من الزنقه راه ما كطيبش، خدامه هنايا هي وكلشي وكيعجب لها هي باغي، ما تقدرش تسكن في النواحي باسكو الخدمه ديالها راه تما، وصعيب انها تضرب دابا ساعه ساعه الطريق، راه داكشي اللي كان مرض مورا ديال ديك ساعه الطريق وهذا وكلشي، ومع انا خاصني نبقى يشد لي مره رسام وهذا، وعلى داكشي كنجلس وخدم من الدار. احسن حاجه دارها باسكو بعض المرات كيفيدني والله العظيم، واخا ما كيعاونش عرفتوا، راه واخا ما كيعاونش راه بعض المرات كيمشي غير شي بلاصه هو وخوه ولا هذا وكيغبر النهار كله، كنعرف شنو القيمه ديالو، راه بعض المرات كنجلس هكا وكنقول له انت ما كديرش وما كتفعلش وكنبقى نقر مني كتجيني العيشه قنديشه ديالي، ولكن نهار اللي ما كيكونش كنعرف بالقيمه نتاع الوجود ديالو في الدار، نبغي نمشي لشي حاجه نقضيها دغيا دغيا كنخلي معاه سام بدون ما نفكر، واخا كيكون كيخدم المهم راه سام معاه، الا حتى شي حاجه راه يلقاه، بعض المرات نحتاج شي حاجه في الدار لقاه دارها فهمتوا، يعني واخا ما كيعاونش ديك التعاوين ولكن كوميم كيدير ديك خدمه، يعني تنسي شي حاجه تخرجي تنسي البوطه تعيطي له صافي مشيت فيها لك اي حاجه راه دو سيرفيس فريمون فريمون. حنايا انا صراحه راه مراد لو كان انا من الاول وريت له يعاونني انا المساله نغسل الماعن هو مثلا يمسحهم ويردهم لبلاصتهم ولا يدير الماكينه اولا هادي ولا هادي، لو كان علمته من الاول داكشي كون حد الار فيه، راه الراجل انا هادي نصيحه مني للبنات اللي غادي يتزوجوا في الاول، البنات كيكونش عندكم مشكل، انا مراد في الاول قبل ما نولد ما عنديش المشكل، ما كنبغيش اصلا ينوضي حدي شي حاجه جامي نقول له نوض حدي شي حاجه ما نبغيش، ما يعجبنيش الحال وما تجينيش، علاش حيت كنت نهار كله جالسه الدار كتشعل، يعني ويلا درتي الا تمشيتي بان تشوفي راسك في البارك في العود تشوفي راسك، مي فريمون الدار كتشعل باسكو كنت ما عندي والو ندير غير هادشي غير الميناج وديك الشيء والصياب وكل شيء والديكور وهذا، يعني هي ديك الشيء مني كتولي والله مني كتكون الدار نقيه ما كيكون عندك ما ديري نهار كله كتفرجي دي سيغي كتخرجي كتمشي ديري سبور هكا في البارك هكا، كنت كنخرج بعض المرات كنتمشى مي ما كانتش كتجيني الاغلبيه كنا كنخرجوا انا وصاحبتي صافي، ومن بعد ما كديري والو كيبقى لك النهار كله شنو كديري كتوجدي واحد العشاء اللي كيكون فاخم، دائما العشاء كيكون فاخم، علاش حيت مورا غادي يدخل في العشاء كنتعشاو مره في الغدا كنديباني وصافي، العشاء هو اللي كنا كنتعشاوه مره كيكون فاخم وكلشي، وينوض يدير غير شي حاجه كنقول له نو 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 صافي راه كلشي هو هذا، كنمشي كندير ديك الحويجات في الماكينه حيت الماكينه ديما خاويه، انا دابا الماكينه كتكون غاسلاهم ودائما عابره غاسلاهم وشكون اللي غايديرهم في بلاصتهم، واش فهمتوا لو كان لقى غايديرهم لي بلاصتهم ما نعرفش غنقول والله العظيم صافي وكلشي منقي كلشي داير كلشي داير، وكنقول له لا ما ديرش حتى من البوله انا نبدلها انا ندير كلشي نتكلف بكلشي، ونهار اللي ولدت البنات مراد كان صافي راه عامين وحنا مع بعضيتنا عاد ولدت، راه نهار اللي ولدت البنات كان مراد صافي خدا لا بيتود، يعني الفشاحه اللي دارت له ماما جيت انا كملت عليها صافي، ماما كانت كتكلف بكلشي هو وبابا وانا عاوتاني كنتكلم بكلشي، من بعد كيف قالت لي ماما راه انت اللي درتي منه داكشي اللي راه عليه فهمتوا، ما كنتش كنقول له عاوني وكلشي، كيفاش نجي انا دانكو هكا بين ليلى وضحى نقول له ايه سير حك لي الماعن اه واش كتحلمي واش فهمتيني، يعني من الاحسن من الاول تعاونوا على حاجه، ولكن كومين بعض المرات ملي كيلقاني عييت ولا والله مسكين كيعمل لي ماساج يقول لك صافي انا ندير لاسبيغاتور شي حاجه بحال هكا، ولكن ما كتعطينيش خاطري نكذب عليكم، وكندابز معاه نقول له عاوني عاوني في الاخر مني كنلقاه كيدير كنقول له لا سي بون المهم البنات هنا وريت لكم الروتين ديالي العنايه بالبشره، بزاف البنات قالوا لي وريه لنا غادي بعدا انا شفت الفيديو نتفكر، عندي هاد الكيت هذا من هاد لاكام هادي من ايفغوشي، هادي كتبروتيجيك من كتيدغاتي لك لابو ديالك او ميم تو كتعطيك واحد ستوب لي غيت قبل ما يجيوك، هاد لاكام هادي سام البنات ولدي سام مدخل مشى جابو باباه ومع الدخله بستو وانا نشوف له في رجليه لقيت عنده واحد سبرديله ما عرفت ديال من وسبرديلته دابا غادي تبقى لي تما الويكاند كامل ما عرفت عند من ولا لا جديت ستة اكره حاجه عندي، المهم البنات كسميتو هذا هو ديماكيو باش كنديماكيي ديال لا مارك كلينيك كيحمق البنات داير بحال الفازلين، وعندي هاد لاكام عاوتاني هادي ديال الارغان هادي صيفطتها لي ديك الانستغرام تاع صوفيا سكين واحد هما اللي صيفطوهم لي زوينين الزيت ارغان والماسك ديالها واعرين، وهذا باش كتمشي الزيت ديالك ملي كديري شي سوان تاع الزيت في وجهك، هذا باش كتمشيها البنات وكتخدمي به الدوره الدمويه ديال وجهك وكيدخل لك ديك الزيت مزيان، وهذا هو الديغماغولي الديغماغولي البنات كنستعملوه مره في الشهر ولا مره في شي هكا في 15 يوم، فيه لي باري صغيورين
المبتدئين كتاخدي واحد سام دوسمو المبتدئين كتاخدي واحد فاصله ولا ما عرفت وهذا فيه 5 فاصله يعني لي باري ديالو ما كيضروش بزاف في الوجه كتمشي هكا افقيا عموديا وكديري به واحد المساج صغير لوجهك بحال هكاك واخا كيشكك ديك الشوكات صغيرين غازات صغار ما كتحسيش بهم ولكن البشره ديالك مفيد جدا. صافا البنات هادو هما الروتين اللي كندير نورمالمون هذاك دايف غوشي وديال ارغان وي مون شيري وي اي صافي هادشي اللي كندير البنات ودابا راني عييت مشيت كليست كنشوف شويه ماشي دائما ولكن على حساب دابا اصلا كنت دخلت لي كانه ديالي نشوف هاد المجال وكنت كنكمل الهضره مع صاحبتي. ايوا صافا البنات نقول لكم شكرا على مشاهده الفيديو ما تنساوش لايك قبل ما تخرجوا وكنحماق عليكم وحده بوحده بيزو.